والله كنت بالمقال بدي أرجع أذكر بأنه عم تقول أنه ثمن الترسيم البحري هو نوع من الاستقرار، حضرتك سميته غير، بس أنه استقرار طبعًا. بعيد المدى طبعًا. والاستقرار البعيد المدى على الحدود البحرية يلي رح يرافقه شركات رح ينسحب على الحدود البرية وهذا عنده كثير مؤشرات أيضاً بالسياسة هي على حزب الله تحديداً وعلى دور حزب الله في الجنوب يدرك الحزب بطبيعة الحال هذا الشيء وفي كلام عن أنه أكثر القوى يلي بدها تقبض حقه للترسيم بالداخل اللبناني هي حزب الله ماذا يعني هذا الكلام؟ كيف رح يقرش الحزب الترسيم لمصلحته بالداخل خصوصا وأنه سينعكس عليه سلبا بدوره المقاوم ضد إسرائيل بالمرحلة المقبلة البعيدة المدى خليني أقول لك إذا الحزب بكون عم بفكر بأنه موضوع الترسيم هو رح يعمل له استثمار مادي أكيد بكون غلطان بس أنا بعرف أنه الحزب لا يحتاج لا إلى أنه يطلع مصاري من الترسيم بالعكس أركان السلطة والحاشيات تبعهم من هلأ عم بيركبوا شركات للخدمات اللوجستية اللي هني بيطلعوا أكثر من 100 خدمة وبأسماء وهمية وعم تتأسس شركات بقبرص وبغيرها اللي بتبلش من التاكسيات إلى بعد شوي اللي بيلفوا صندويشات اللي بيأمنوا قضايا يومية عملية للشركات اللي بدها تشتغل بهذه المناطق وبالتالي الحزب لا يسعى إلى الاستثمار المالي في موضوع الترسيم لحظة بس لا يسعى أن يكون شريك يعني لحظة لا. بس لألك لا. يعني اليوم على المستوى بالبلد المالي على مستوى الشركات لا. يعني لحقلك بس بدي أشرح لك شو قصدي اليوم في كلام أنه من أيام المارونية السياسية وصولا لهون في احتكارات معروفة لبعض الطوائف المصارف كانت معروفة لطائفة هلأ بعدين فاتوا عليها السنة في الوكالات الحصرية معروفة اليوم في كلام عن أنه حزب الله كطائفة شيعية سيدخل حكما إلى هذا السوق من بعد الترسيم يلي رح ينكفئ دوره دفاعي من خلاله يعني شو بده يعمل الحزب انا أزم مش كحزب الله عم بحكي كطائف ولا كطائف هلا في ناس لما نقول راحت شركات حطت محطات تبع لتشتغل وطاقمها لنقول بالناقورة عم هاي الخدمات اللي عم بحكي عنها رح تجي شركات تعرض عليها خدمات نحن منجيب لكم الأكل نحن منعمل لكم كيترينج نحن منجيب لكم المعدات اللي بتحتاجوها على البر نحن منساعد نحن عنا الناس نوظف أكثر من الاستثمار لا ما هو هذه منرجع على شو لفكرة المحاصصة اللي تنتج الفساد من المفترض أنه كل العائدات اللي بدها تطلع من الموضوع النفط والغاز المفترض أنه يروح على صندوق سيادة لنا لتعزيز وضع الاقتصاد بالبلد وتغذية القطاعات الانتاجية يعني في كتير أفكار مطروحة بالموضوع الحزب يسعى إلى استثمار بكل صراحة إلى استثمار سياسي في هذا الموضوع لأنه الحزب لم يستطع أن يفي بأي من الوعود التي تتعلق بالداخل نعم. يعني بموضوع مكافحة الفساد سمعناهم بالانتخابات 2018 وهالمرة كانوا أخف الوعود هاي بالانتخابات الأخيرة بسبب أنه الحزب لمس قديش الواقع اللي هو مش قادر يخترقه بموضوع مكافحة الفساد مكافحة المحسوبيات والزبائنية بالدولة استعادة الأموال المنهوبة والمهربة تعزيز وضع القطاعات الانتاجية بالدولة رغم أنه عنده وزارات مهمة مثل الزراعة وغيرها وكانت معه لسنوات طويلة هو أو يعني الطرف الآخر فيما يسمى الثنائي الشيعي وبالتالي الحزب الآن يسعى إلى استثمار سياسي ما هو؟ أنه أنا بقوتي بقوة المقاومة اللي أنتم معتبرينها أنه هي سبب انهيار البلد نتيجة الحملات الإعلامية والضغوطات الأمريكية وعزل لبنان عن الخارج وقطع علاقات لبنان مع دول الخليج ما في خطاب كامل بهذا الموضوع وفي سردية كاملة بهالموضوع ضد حزب الله عم يجي هلأ حزب الله يقول للعالم هذا هدفه من المسألة حسب تقييمي عم بقول للعالم انه انا بقوتي
اللي دعمت فيها الدولة جبت أنا عائدات مالية للبلد. جبت عائدات مالية مفترض يعني مستقبلية، بس أنا جبت حقوق لبنان من العدو الإسرائيلي، نعم. وبنفس الوقت فتحت الآفاق أمام استثمار اقتصادي للبنان، وبالتالي مش أنا سبب الانهيار ولا أنا اللي عم وصل البلد للي وصل. هلأ هيدا اللي عم تقوله بيحمل أكثر من نقاش. أولا أنه اليوم حزب الله هو الذي حمى المنظومة عندما ترنحت ب 2017 طبعا. واحد اثنان 2019 17 تشرين الاستثمار السياسي انه هو سيكون فقط بانه انا مني سبب بانهيار الدوله، انا جبت لكم، ولا سيكون تقريش سياسي بقلب الدوله كمنظومه وكنظام. هاي مرحله ثانيه. ليش قلت انا الهدوء المستدام على الجبهه الحدود البحريه بعد الاتفاق على الترسيم والبدء بالاستثمارات؟ نحن رح نصير بوضع خطر والإسرائيلي رح يصير بوضع خطر، بمعنى يعني هون رح يصير في مثل توازن رعب بيننا وبينه، بمعنى أنه إذا نحن ضربنا على الإسرائيلي رح نأزيله المحطات اللي هو مركبها واللي عبلش يشتغل فيها وينتج، وإذا نحن إذا الإسرائيلي قصفنا كمان رح يتضرر المحطات اللي فيها استثمارات كبيرة اللي رح نكون إن شاء الله طيب. إذا صار عندنا دولة قدرنا ركبناها في من جهتنا، وبالتالي صرنا اثنيناتنا أمام يعني ردع انه طيب. لا تقرب علي ولا تقرب عليك، انت حاطط هون مليارات وانا حاطط هون مليارات. بس هيدا